مشاهدينا الكرام، متابعي مدرسة نت، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة نت. درس اليوم سيكون من دروس اللغة العربية أفعال الشروع. نبدأ بقراءة الأمثلة. شرع المعلم يشرح الدرس. بدأ المطر ينهمر. انبار التلميذ يكتب الدرس. طفق المهاجرون يعودون لأرض الوطن. أخذنا نقرأ القصة بشغف. ننتقل إلى مناقشة هذه الأمثلة والإعراب. الكلمة إعرابها شرع، يعتبر فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، بمعنى بدأ. شرع بمعنى بدأ. المعلم اسم شرع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يشرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الدرس ماذا يشرح؟ يشرح الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية يشرح الدرس في محل نصب خبر شرع. خبر شرع. أيضا بدأ يعتبر فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. المطر في اسم بدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ينهمر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجملة ينهمر الجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ. انبار فعل ماض ناقص مبني على الفتحة المقدرة على آخره، بمعنى بدأ التلميذ. بدأ التلميذ يكتب. إذا التلميذ اسم انبار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية يكتب تعتبر، إذا يكتب الدرس، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والجملة الفعلية يكتب الدرس في محل نصب خبر انبار. انبار طفق فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. المهاجرون اسم طفق مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر السالم. يعودون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يعودون في محل نصب خبر طفق. أيضا أخذنا فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك نا، ونا ضمير متصل في محل رفعه اسم أخذ. نا ضمير متصل في محل رفع اسم أخذ. نقرأ فعل مضارع مرفوع لم ترفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. القصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية نقرأ القصة في محل نصب خبر أخذ. في محل نصب خبر أخذ. ماذا نستنتج أعزائي التلاميذ؟ نستنتج أن أفعال الشروع هي تعتبر من الأفعال الناقصة، تدل على الشروع في العمل، أي بداية القيام بالعمل، إذا كانت بمعنى ابتدأ. إذا كانت بمعنى ابتدأ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بشرط أن يكون هذا الخبر جملة فعلية فعلها مضارع غير مقترن بأن، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر يسمى خبرها. وهذه الأفعال هي أنشأ، علق، طفق، أخذ، هب، بدأ، ابتدأ، وجعل، وقام، انبار. هذه الأفعال الناقصة قد تكون تامة. إذن الملاحظة، نلاحظ في الأول نلاحظ أفعال الشروع جامدة تقتصر على الماضي إلا طفق وجعل. أيضا ثانيا تدل على الشروع، فهي ناسخة وناقصة بمعنى بدأ. هنا لاحظ معي الفعل مثلا التام ضرب، له زمن وله حدث. زمنه ماض، ضرب يضرب مضارع، يضرب أمر مستقبل. إذن له زمن وله حدث، وقوع الضرب. وقوع الضرب حدث معين واضح. شرع لماذا يعتبر ناقص؟ لاحظ الزمن، زمنه ماض، يشرع مضارع. لكن هنا لاحظ معي حدث، حدثه، هل يوجد حدث شرع؟ هل يوجد؟ ما
مثل الأفعال الماضية الناقصة، أفعال المقاربة. إذا هي أفعال ناقصة، ما الذي ينقصها؟ ينقصها الحدث. أين نجد الحدث؟ نجده في الجملة الإسمية بعده، ولهذا تعتبر ناقصة. الفعل التام له فاعل وله مفعول به، والفعل الناقص ماذا؟ له اسم وله خبر، أي الجملة الإسمية التي تأتي بعده تحمل الخبر. ثالثا، خبرها لابد أن يكون جملة فعلية، فعلها مضارع وفاعله ضمير مستتر أو متصل. رابعا، المضارع بعدها مجرد من أن المصدرية، لأنها تدل على التاريخ، فإذا اجتمع وقع تناقض. خامسا، الأصل في خبرها أن يكون متأخرا عن اسمها. ننتقل إلى التطبيق. التطبيق يقول: بين الفعل الناقص من الفعل التام في الأمثلة. هب هواء خفيف، هب القوم يتسابقون. ثالثا، أنشأ خليل يضحك، أنشأت الحكومة مدارس كبيرة. انبرى القلم، قاموا يتنبهون لأمورهم. أيضا سابعا، يمكنكم حل هذا التطبيق بكل سهولة. سابعا، قام الطفل من مكانه، علق العمال ينصرفون، علقت بي متاعب عدة. إذا هنا حاول إيقاف الفيديو للحظات لتشارك في حل هذا التطبيق، ثم نعود بعد قليل. الحل يكون كالآتي: هب هواء خفيف. هب فعل ماض مبني على الفتح، هواء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن هنا هذا فعل تام. خفيف يعتبر نعت لهواء مرفوع. ثانيا، هب القوم يتسابقون، لاحظ معي كل الشروط موجودة. إذن هب يعني بدأ القوم يتسابقون، إذن هو من أفعال الشروع. هب فعل ماض مبني على الفتح، القوم اسم، هب مرفوع علامة رفعه الضمة، يتسابقون فعل مضارع والفاعل الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وجملة يتسابقون في محل نصب خبر هب. أنشأ خليل يضحك، أنشأ فعل ماض ناقص، أي بدأ خليل يضحك، فعل ماض ناقص مبني على الفتحة، خليل اسم، أنشأ مرفوع، يضحك جملة فعلية من فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو في محل نصب خبر أنشأ. المثال الرابع، أنشأت الحكومة مدارس كبيرة. إذن هنا أنشأت بمعنى بنت وليس بدأت، هذا فعل تام مبني على الفتح والتالي التأنيث، الحكومة فاعل، مدارس مفعول به، كبيرة نعت. خامسا، انبرى القلم، انبرى فعل ماض مبني على الفتح المقدرة والقلم فاعل، إذن هذا يعتبر فعل تام. قاموا يتنبهون لأمورهم، قاموا فعل ماض والواو اسم، يعني بدأوا يتنبهون لأمورهم، إذن هنا قاموا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، الواو ضمير متصل في محل رفع، الواو ضمير متصل في محل نص رفع في محل رفع اسم، قام يتنبهون الجملة الفعلية في محل نصب خبر قام. أيضا سادسا، قام الطفل من مكانه، هنا لم تأتي بمعنى بدأ، أي قام في حدث وفيه زمن، فهو تام مبني على الفتح، فعل تام مبني على الفتح، فعل ماض، الطفل فاعل، قام مرفوع علامة رفع الضمة. ثامنا، علق العمال ينصرفون، هنا فعل ماض، بدأ العمال ينصرفون، فعل ماض مبني على الفتح، والعمال اسمها مرفوع، ينصرفون الجملة الفعلية في محل نصب خبر علق. تاسعا، علقت بي متاعب عدة، إذن علقت هنا فعل تام، ليس بمعنى بدأت وإنما في حدث وفيه زمن يعتبر تام. علق فعل ماض مبني على الفتح والتالي التأنيث، بي جار ومجرور، متاعب اسم ماذا؟ متاعب يعتبر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما التي علقت بي متاعب عدة؟ إذن نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس أفعال الشروع. نرجو أن لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد.